السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية سقوط الجوال في المنام. أولا تفسير حلم سقوط الجوال. تفسير رؤية سقوط الجوال في المنام هي من الرؤى التي تدل على وقوع الرائي في بعض الأخطاء التي تتسبب له بالمشاكل والمتاعب، كما تعتبر رؤية سقوط الجوال في الحلم وكان لا يصاب بخدوش فهو دليل على خير سيناله الرائي وفرج سوف يدخل لحياته القادمة. ورؤية شخص لنفسه بالمنام وهو يقوم بتحطيم جواله هي إشارة بأن الرائي سوف يقوم بإنهاء علاقة مع شخص ما، سواء زوجة أو صديق أو قريب. وتشير رؤية تحطيم شاشة الجوال في المنام على تعرض الحالم لكثير من المشاكل والعراقيل في حياته، وإنه سيخوض بعض التحديات نحو الصعاب. تفسير حلم سقوط الجوال في الماء. رؤية سقوط الجوال في الماء في الحلم هي دليل على أن الرائي سوف يتعرض لحدث هام في حياته، وربما تكون بداية حياة جديدة مقبل عليها. تفسير رؤية وقوع الجوال في الماء وقد أصاب الرائي بنوبة من البكاء هي من الرؤى المبشرة لحالمها على فرج كبير وخلاص من مشاكله وطرد الشر عنه. تفسير حلم غلق الجوال في المنام هو دليل على إصابة الرائي بالحزن الشديد على فقدان شيء يهمه أو شخص عزيز عليه والعياذ بالله. تفسير حلم سقوط الجوال للحامل. تفسير رؤية سقوط الجوال في المنام للحامل هي من الرؤى التي تدل على شر، فهي دليل على انها سوف تضع مولودها بكل سلامة، كما ان رؤية الجوال في الحلم للمرأة الحامل هي بشارة بالخير ودليل على ان الله سينعم عليه بمولود سيكون له شأن ومكانة كبيرة. تفسير حلم تحطيم شاشة الهاتف للمتزوجة. رؤية سقوط الجوال وتحطيم شاشته في المنام للمرأة المتزوجة هي دليل على انها تتعرض للكثير من المشاكل والعوائق في حياتها الزوجية والعملية، كما ان دليل تلك الرؤية يأتي بعد شعور المرأة بحزن وكرب سواء مع عدم القدرة على المعيشة، ولكن هي دليل ايضا على فرج وخلاص من مشاكل وهموم. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.